استاذ مروان من سوهاج اتفضل. اهلا اهلا يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ مروان. انا سعيد جدا ان انا اتشرفت ان انا كلمت حضرتك، وانا متابعك على طول، وانا والله العظيم يعني حاجه فخر الاسلام كلها انك انت بتنور لنا وبتشرح لنا الكلام ده كله. والله يا دكتور ممتن لحضرتك يا استاذ مروان، اتفضل يا سيدي. الله يخليك. لو سمحت يا فندم، انا والدتي ما توفت من 3 سنين، الله يرحمها. الله يرحمها. وانا اتجوزت قبل ما تتوفى بسنه، وساعدتني بمبلغ من الذهب بتاعها، وبعد كده على اساس ان انا ارجعه يعني فيما بعد، ان انا كنت اشتغل في الخارج بره، وبعد كده انا نزلت وما رجعتش وما عرفتش ارجعه بعد ما ماتت. فدلوقتي ايه عليا؟ ان انا ممكن ارده لاخواتي كجزء نفس المبلغ هو، ولا مع زياده الوقت، ولا اعمل ايه؟ طيب تعال نتفق بس، والدتك ساعدتك ولا والدتك دينتك؟ لا، هي ساعدتني، قالت لي يعني مثلا المبلغ ده من الذهب مثلا بتاعي انا بعته، وخد المبلغ ده ساعد نفسك في الجواز، وبعد ما ربنا يكرمك تعال خد رجعه تاني. طيب يعني انت خدت الفلوس دي على سبيل الدين، ولا خدت الفلوس دي على سبيل المساعده؟ وان انت بدل انت خدت الفلوس دي وعملت كده، يبقى رجعه. بمعنى ايه يعني؟ برضو يبقى اشكرني على ان انا اديتك الفلوس دي، ان انت ترجع لي الفلوس دي. ده على سبيل الدين ولا على سبيل المساعده؟ وان انت كمان تشوفها بالخير زي ما هي شافتك. ايه انهي واحده في الاثنين؟ انت اللي هتقول مش انا. هي دكتور حضرتك ما وضحتش، بس هي مثلا المبلغ مثلا كان 10,000 جنيه مبلغ قيمه الذهب، فقالت لي ان اديك انت شغال، وبعد كده ربنا يوسعها عليك رجعه لي، او هات لي مثلا نفس الكميه اللي انا بعت لك بيها المبلغ. خلاص، ده كده هي بتقولك دين كده، خلاص تمحض في الدين. يبقى الدين ده هي لما توفيت، الدين دوت بقى اللي عليك، خلاص بقى ده حق للورثه، يعني هنرجع الفلوس دي للورثه، وهو ده حقهم، لان دوت خلاص تحول الى مال بيشغل ذمتك ليها، فهي لما توفيت اصبح الملك لهذا الورثه، فانت كمان ليك حق في ده، بس احنا المال ده هيبقى للورثه. خلاص. طيب يبقى احنا هنرجع هذا، وهذا دين وعليك ان انت تسدده للورثه، وانت هتاخد جزء منه بحسب تقسيم الورثة، وبحسب تقسيم حصتكم من هذه التركة ومن هذا الدين. نعم. إذن أستاذ مروان، احنا هنرجع الفلوس دي لأن هي أصبحت دين عليك، وهذا المال ملك لوالدتك، فلما توفيت فخلاص انتقل بالخلافة للورثة اللي حضرتك واحد منهم.